نقول له إذا أردت العزة فولي وجهك شطر المسجد الحرام لا شطر البيت الأبيض ولا البيت الأسود. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكان الإمام أحمد يدعو يقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. فالعزة لله عز وجل، فمن أراد العزة فليطع العزيز. لا تنسى مقالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. إذا كنت تريد النصر فتذكر قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقوله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فانصر دين الله عز وجل ينصرك الله عز وجل.